خليني بقى أشوف بقى برضو جملة مهمة قوي لمبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا اللي حذر من موجة ثالثة. يعني احنا كنا بنتكلم احنا يعني داخلين اللي احنا فيه ده موجة تانية ولا في نفس اللي احنا فيه نفس الموجة ولا لأ، فقال لا هنبيحذر ان يبقى فيه موجة تانية من الفيروس في أوروبا في بداية العام 20 ثالثة في كورونا، من كورونا في أوروبا في 2021 لو الحكومات برضو فضلت متقاعسة عن القيام بما يلزم لمنع الموجة التانية. فلو هم فضلوا في التانية بهذا الشكل يبقى هندخل على التالت. ومش عايزة أخوف حضراتكم لكن احنا ماشيين وراهم، هم كانوا طبعا بدأوا قبلنا، كانوا في الموجة الأولى إصابات عندهم قلت، حصل الموجة التانية احنا إصابات قلت، دخلنا على الموجة التانية هم. فالوضع يعني احنا شايفين قدامنا تجارب دول سبقانا في الإصابة بالفيروس، شفنا إزاي إنه ما تمش الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية فرجعت الإصابات أكتر وأكتر كمان، أرقام قياسية للأسف الشديد سواء في دول أوروبية أو في الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا قصة إن اللقاحات والكلام ده برضو لسه القصة ما انتهتش، حتى مع وجود اللقاحات ده في خناقات دلوقتي. يعني مجموعة العشرين كانت بتتكلم إنه يتم يبقى في مساواة ما بين الدول، إن ما تبقاش الدول الغنية فقط هي اللي تاخد اللقاح، فيعني لسه في مشكلة تانية بالنسبة للقاحات والتطعيم. فبقينا قدام تحذيرات قوية من زيادة الإصابات وموجة تانية وموجة تالتة كمان. معانا على التليفون دكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية، برحب بحضرتك معانا دكتور أمجد. مساء الخير أستاذة لبنى. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. يعني هبدأ باللي لسه كنت بتكلم فيه دلوقتي، التحذير من موجة تالتة كمان، يعني إيه الوضع في العالم وإيه الوضع بالنسبة لنا وإيه اللي بيحصل؟ الحقيقة يعني خبراتنا مع الجائحات الحقيقة ليست هذه أول جائحة تمر على البشرية. تمام. طبعاً آخر جائحة قبلها سبقتها كانت في 2009 وكانت الحمد لله جائحة بسيطة وعدت على خير، لكن الجائحات عادة بتيجي في شكل موجات متتابعة. عددها أو حجمها بيبقى مرتبط بأكثر من حاجة، كما أشرت حضرتك التزام كل مجتمع ليس بالضرورة حدوث موجة تانية أو موجة تالتة. ولكن حدوثها من عدمه هو مرتبط بالمواطن. بالضبط بالمواطن، وبالطبع في جزء يقع على وزارات الصحة بشكل عام على التشخيص المبكر وعزل الحالات ودواء المقلقين. بس اللي هو ممكن الحكومة تقول اعمل واعمل والتزم، لكن على الأرض المواطن ممكن يضرب بالكلام ده عرض الحائط، فمسؤولية مشتركة. أكيد، وحقيقة الجانب الأكبر دايما بيكون على المواطن لأنه هو المسؤول عن سلوكياته. اكتسبنا في خلال الأشهر العشرة السابقة تقريبا خبرات على إزاي نقدر نحمي نفسنا. للأسف الناس بدأت في ليس في مصر فقط ولكن في أماكن كثيرة في العالم بدأت تشعر بالملل، الالتزام بالتعاليم بدأ يقل، وده أدى إلى حدوث موجة تانية. إذا استمر الوضع على ما هو عليه بالطبع سوف يعقبها موجة ثالثة وقد تكون متوالية، ولكن حجمها حدوثها ليس حتمي، ليس هو قدر مكتوب على جميع الدول، قد يحدث في دولة دون دولة بناء على سلوكيات المجتمع وحرصه ووعيه على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والإجراءات الوقائية. أنا هاخد من جملة حضرتك لأنها مهمة جدا إنه مش حتميا يعني نوصل ل يعني بعد الشر ذروة الموجة الثانية وأرقام والكلام ده، لأن البعض لما شاف معدلات الإصابة بالفيروس في مصر عمالة تزيد قال خلاص بقى إحنا دخلنا في القصة دي وبقى كل متوقع إمتى هيكون الحظر الشامل وإنه لازم الأعداد هتوصل للآلافات، ده مش حتمي. أكيد مش حتمي، وفي دول ناجحة إن هي تواصل في الانخفاض حتى الآن، في دول كثيرة ناجحة ان مفيش زيادة في الحالات لمجرد ان شعوبها ملتزمة بدرجة كبيرة، التباعد البدني، التزام باستخدام الكمامات في الاماكن المزدحمة، غسل الايدي، الشخص اللي بيمرض او بتظهر عليه اعراض بيلزم بيته عزل طوعي او حجر طوعي او عزل المستشفيات بناء على الحالة، كل هذه الاجراءات كفيلة ان هي تمنع او تقلل بدرجة كبيرة حدوث موجة تانية. وبالتالي في دول ناجحه، احنا لدينا امثله وليست مجرد كلام خيالي او كلام بنقوله ثيوريتيكال او تقديري، في امثله حقيقيه دول ناجحه وكان منتشر فيها بدرجه كبيره جدا، ولكن من خلال هذا الالتزام بالاجراءات
تم انخفاضه وما زال الانخفاض مستمر حتى الان. طيب عايزه اخد حضرتك برضو للبروتوكول العلاجي اللي يعني اللي تم تعديله واتقال انه ده عشان احنا داخلين في الشتاء وممكن انفلونزا مع كورونا، والادويه اللي تم يعني الاتفاق عليها، شايفين ده ازاي؟ وكمنظمه الصحه العالميه او يعني بيتم مراجعه الامر الادويه دي ومدى فعاليتها وبالتالي اقرارها. حتى الان منظمه الصحه العالميه لم توصي بعلاج محدد. كل التجارب ما زالت جميع الادويه تحت التجارب، في بعض الادويه او العلاجات تم ايقاف التجارب الكلينيكيه. ولكن الامر متروك الى لكل دوله. يعني الريمديسفير ده تقريبا ده اللي انا قصدي عليه، لان منظمه الصحه العالميه قالت بلاش منه. وقفته كتجارب كلينيكيه، ولكن لم يصدر بيان حتى الان بمنع استخدامه. انه كل اللي ما ذكر ان تأثيره يعني هي توصيه غير ملزمه يا دكتور، يعني كل دوله طبعا كل دوله لها الحق في وضع البروتوكول الخاص. منظمه الصحه وفقا لايه؟ يعني لما تبقى منظمه الصحه العالميه تقول لك لا يعني احنا مش متاكدين من مدى فعاليته ونجاحه، ودوله ما تقول لا انا مثلا حاسه انه في شغلي مع المرضى لا كان ليه تاثير ايجابي، فبيبقى المساله بتقاس ازاي؟ توصية منظمة الصحة بيكون بشكل بناء على دراسات دولية على مستوى واسع جدا، أكثر من 100 دولة اشتركت في دراسات كلينيكية وجمع بيانات وصدر عنها نتائج أن هذا العقار ليس له تأثير كبير في تحسين الحالة. لكن قد يكون في بعض الدول وبعض الأماكن تأثيره أفضل من أماكن أخرى، وبالتالي لم تلزم منظمة الصحة العالمية بمنع استخدامه ولم تحذر منه، ولكن ذكرت انه بناء على التقارير لدي على مستوى العالم انه لم يثبت فاعليه كبيره في تحسين نتيجه المرض، تقليل حالات الوفيات او تقليل اعداد الايام الاقامه في المستشفيات او تقليل المضاعفات، وبالتالي اوصت بوقف تجاربه الكلينيكيه التي تشرف عليها منظمه الصحه العالميه، ولكن في نفس الوقت تركت للدوله انه ليس له اثار جانبيه خطيره، ليس مضر، قد يكون نتائجه في مكان طبقا للفئه العمريه الاكثر انتشارا يكتشف المرض اكثر، طبقا للحاله المرضيه الاخرى قد يؤتي بنتائج نسبيا. انا افتكر يا دكتور امجد ان احنا اول ما بدينا التعامل مع الفيروس اشتغلنا على عدد من الادويه وحصل برضو جدل بالنسبه لها، ويعني بقى في شهاده من قبل المنظمه في وقت ما ان الادويه دي فعاله وتم تعميمها في دول ثانيه، يعني لما احنا اشتغلنا عليها صح؟ لا لم يذكر فعاليا. منظمه الصحه العالميه لم تصرح او لم تؤكد فعاليه اي عقار، ولكن وضعت مجموعه من العقارات تحت التجارب الكلينيكيه، معناها انه قطعوا تحت التجارب، معناها انه امن. بنختبر فعاليته، امن من الاثار الجانبيه، امن من الاثار الجانبيه الخطيره بالطبع، ما اقدرش استخدم عقار يكون اثاره جانبيه اخطر من المرض نفسه، وبالتالي كان امن استخدامه نظريا، كان من المفترض ان ياتي بنتائج، ولكن بناتي الى مرحله التجارب الكلينيكيه للتاكيد فعاليا. طيب ما حدث ان لم يتاكد فعاليه احد الادويه حتى الان، احد العلاجات حتى الان، وبيتم البحث عن انما ده على مستوى العالم يا دكتور؟ ده على مستوى العالم كله. لكن احنا دايما منظمه الصحه بتقول ان اكتسبنا خبره، كل دوله اكتسبت خبره على العلاجات الفعاله داخلها. مهم جدا انه مرض كوفيد هو مرض فيروسي، العلاج بيكون بشكل اساسي على الاعراض لمنع حدوث مضاعفات، وبالتالي خوافض الحراره، المثبطات للفعال، وضحت يا دكتور. طيب كل هذه هي العلاجات الامثل. احنا طبعا كلنا منتظرين قصه اللقاحات وتوفيرها، وعايزه بقى اعرف منظمه الصحه العالميه شايفه ازاي اعلان عدد من شركات الادويه عن فعاليات اللقاحات بتاعتها. شفنا سبق دلوقتي وكل شركه بتقول انا اللقاح بتاعي 90% وبعد كده 94% 95%، روسيا، امريكا، الصين، يعني في سبق كبير. منظمه الصحه العالميه شايفه ازاي الكلام ده واقرار هذه اللقاحات وبدايه توزيعها؟ لان هم كمان بيقولوا احنا ممكن على نهايه السنه دي وعلى الكريسماس نوزع. الحقيقه يعني هو سباق محموم ومحمود حقيقه. المنظمه الصحه ترى ان دي فرصه، كل ما زادت عدد المصانع التي تصدر لقاح وعدد اللقاحات الموجوده في الاسواق، كل ما دي فرصه اكبر لانتشاره وتصنيعه على مجال واسع. منظمه الصحه العالميه برمت عدد من الاتفاقيات ما بين الجهات المانحه الكبرى، الجهات المسؤوله عن اللقاحات على مستوى العالم، اكثر من 180 دوله على مستوى العالم لضمان التوزيع العادل بين هذه الدول، وبالتالي لن تستأثر دولة. هي معايير التوزيع العدد ده مين اللي هيحطها؟ المنظمة؟
لكل دولة هيكون لها حصة بناء على عدد السكان والفئات الأكثر عرضة لها. وبالتالي لن تستأثر دولة أن هي تغطي وليكن 50% أو 100% من شعوبها، بينما دولة أخرى لم تستطع بعد على توفير اللقاح للفئات الأكثر عرضة. بس ده يحصل إزاي برضو؟ أنا أسف يا دكتور أمجد للمقاطعة، هيحصل إزاي خاصة إحنا عاملين نسمع تصريحات ومن قادة الدول كمان بتقول إنه إحنا خايفين إن الدول الغنية هي اللي يبقى ليها النصيب الأكبر؟ هيتم من خلال شيء متوازيين. أول شيء هو توفير بنية تحتية لصناعة عدد كبير أو لإنتاج عدد كبير من اللقاحات تكفي مجموعة كبيرة من السكان. تم الاتفاق مع مراكز كبيرة ومصانع كبيرة، بمجرد الإعلان عن لقاح فعال يتم تصنيعه على نطاق واسع لضمان الإنتاجية. بالطبع الإنتاجية في الأشهر الأولى لن تكفي كل سكان العالم، وبالتالي تم تحديد الفئات الأكثر أولوية بتشمل الكوادر الطبية. الكوادر الطبية بتمثل أهمية لأنهم أكثر عرضة للمرض، وبالإضافة إلى فرصة انتقال المرض منهم إلى المرضى الآخرين، وبالتالي يهمنا جدا توفير لقاح ليهم لمنعهم من الإصابة ومنع انتقال المرض للآخرين. كبار السن، ثم بعد ذلك يأتي الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة. طيب برضه هيفضل السؤال، هو اللقاحات او التطعيم ده امتى نقول انها خلاص اثبتت فعاليتها، اقرتها منظمه الصحه العالميه بقت في المتناول؟ اشكر حضرتك على السؤال. يعني هو فعلا حاليا لازم يتم مراجعه كل التجارب الكلينيكيه التي تمت، عشان يخرج اي لقاح لابد من مروره بمراحل التجارب الكلينيكيه ثلاث. عدد من اللقاحات انهت التجربه الثالثه، حاليا بيتم مراجعه التجربه الثالثه، الاشخاص الذين مروا بالتجربه، النتائج بتفصيل لتأكيد ما تم إعلانه من فعاليته. بالطبع بنثق في الشركات المنتجة، ولكن بس مش هنكتفي بشهادتهم طبعا. بالضبط. أيوه. لابد من مراجعة كافة البيانات للتأكد أن هذه الأرقام والفعالية حقيقية وصحيحة. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أمجد الخولي، استشاري الوبائيات بمنظمة الصحة العالمية.